أعزائي المشاهدين في النشرة الإخبارية لهذا المساء، وكالمعتاد نستهل هذه النشرة بأبرز العناوين. وفي العنوان المحلي، شركة لإنتاج المواد البناء تقدم هبة لمؤسسة السكن للجميع. ودوليا، أسفر هجوم مسلح نفذه الجهاديون على مطعم في واغادوغو مقتل العديد من الضحايا. كانت تلك أبرز العناوين. وفي التفاصيل، قامت شركة التي تقوم بصنع مواد البناء بتقديم هبة مكونة من 50,000 طوب لفائدة المؤسسة السكنية التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي. وحضر هذه المناسبة وزير الصحة دكتور جامع المعوكية وأمين العام للرئاسة السيد محمد عبد الله وعيس، إضافة إلى مدير العام لمؤسسة الحق السكن للجميع. هذا وتم توزيع هذه المعدات الجديدة لمختلف المقاولين المنفذين للمشروع للاستفادة منها لبناء. وتعتبر هذه الطوبة المصنوعة من موديل والتي له خصائص عديدة كتحمل درجات الحرارة القصوى، وخاصة أنه لا يحتاج إلى الطلاء بسبب أنه مزخرف. وشدد المشاركون أهمية هذه المناسبة للمشاركة في أعمال التنموية للبلاد. وأشار أحد المسؤولي شركة بريك بأهمية هذه الزيارة لرجال المقاولين المتخصصين في البناء، حيث قالوا قمنا بتقديم تفاصيل عن صناعة إذن هذه المواد للبناء بمختلف أنواعها وطريقة إذن صناعتها وإدخالها إلى الفرن. كما قام المقاولون إلى تفقد المخازن والنماذج المختلفة للبيئة، وأضاف بأن حيث قائلا أوضحنا لهم أن هذه إذن الطوبات أسهل في البناء ويمتص الحرارة الصيفية وأنه غير قابل للاشتعال كما تلاحظون بناءه عند استخدام مختلف المشاريع البنائية. وفي كلمة لرجال المقاولين المكلفين بإذن تنفيذ هذا المشروع، مؤسسة حق السكن الممول من قبل فخامة رئيس الجمهورية أشادوا بجودة هذه البناء من حيث سهولتها في البناء إلى جانب جمالها إذا اختتام مشاريع البناء المختلفة. وقدم لنا مالك المؤسسة عمر بوح 50,000 طوبة لفائدة كبيرة إلى جانب امتصاصها للحرارة، وقال لابد من أن نستفيد من خيرات بلادنا الطبيعية عبر استخدام تلك الطوبات للمشاريع البنائية في بلادنا. كما يشار إلى استخدام هذه اللبنة بأنه ذات جودة عالية ضد الرطوبة وغيرها من التغيرات المشروع الذي يرعاه رئيس الجمهورية للحصول المواطن حق السكن، وأعربوا شكرهم وامتنانهم لرئيس الجمهورية. استقبل وزير الصحة الدكتور جامع علمي عكية في مكتبه أبرز المدراء في المؤسسة الاستشفائية في العاصمة، وتمحورت المناقشات حول الميزانية المقررة ل 2018 للوزارة الصحة. وشارك في هذا الاجتماع العديد من المسؤولين، من بينهم مدير البرنامج الإدارة التابعة للوزارة الصحة ومدير المؤسسة الصحية كمستشفى بيلتيه ومستشفى شيخو في بلبلة ومستشفى الولادة دار حنان وغيرها من العيادات الصحية المتواجدة في العاصمة. وخلال هذا اللقاء شدد الوزير على أهمية إعطاء الأولويات لشراء الأدوية والمعدات الصحية لأجل توفير الاحتياجات الضرورية. وأشار الوزير بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار تحسين جودة الخدمات الصحية لتحقيق الأهداف والرؤية التي رسمها رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي في مطلع 2035. أطلقت وزارة المنتدب المكلفة بالتجارة والسياحة والحرف اليدوية صباح اليوم دورة تدريبية حول المنتجات الجلدية وذلك في الثانوية الصناعية.
وجمعت هذه الدورة التي من المقرر أن تستمر هذه الدورة لمدة 6 أيام العديد من الحرفيين اليدويين قدموا من المناطق الداخلية الخمسة. وترأس افتتاح هذه الدورة أمين عام وزارة التجارة السيدة علي داود، وبحضور مدير الحرف اليدوية السيدة عبد الله علي حسن ومدير الثانوية الصناعية، إضافة إلى ممثلين من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ممثلين من السوق المشترك لشرق وجنوب إفريقيا المعروف بكوميسا. وفي مداخلة لكل مدير الثانوية الصناعية وممثلي وزارة التربية الوطنية في هذه المناسبة، حث المشاركين في هذه الدورة ببذل جهودهم لاستفادة من هذه الدورة، كما أشاد بجهود وزارة التجارة ببغية تطوير الحرف اليدوية وتعزيز القدرات وكفاءة أصحاب الحرف اليدوية. وأخيرا قدموا شكرهم وتقديرهم للوزارة على هذه المبادرة. من جهته أشار أمين العام لوزارة التجارة السيد علي داود في مداخلة له في هذه المناسبة أن هذه الدورة هي الأولى من نوعها في جوتي، والتي تندرج في إطار مسعى وزارة الرامية إلى تطوير الحرف اليدوية في كافة التراب الوطني. وأضاف: يجب علينا أن نهتم بالمنتجات المحلية التي من شأنها أن تعزز اقتصاد بلادنا، وأن الحكومة الجيبوتية أعطت اهتماما بالغا في سبيل تطوير الحرف اليدوية. وأخيرا حث المشاركين على الاستفادة من هذه الدورة، مقدما شكره وتقديره للمشاركين. استقبل القائد الأعلى للدرك الوطني العقيد زكريا حسن وفدا صينيا من القاعدة اللوجستية LPL، وكان على رأس هذا الوفد الصيني القائد الأعلى للقاعدة اللوجستية الصينية. وبدأ هذا اللقاء بتشاور الجانبان حول العلاقات الثنائية للطرفين، كما قام الوفد برفقة العقيد الدرك الوطني بزيادة تفقدية بعد هذه التشاورات بين الجانبين حول سبل تعزيز العلاقات البلدين المتمثلة في مجالات مختلفة. بعدها قام الوفد برفقة العقيد بزيارة تفقدية إلى العيادة الصحية التابعة للدرك الوطني التي تقدم الخدمات الطبية لعناصر الدرك الوطني وعائلاتهم. بعدها توجه الوفد إلى مركز التعليمات والتدريبات الواقع في بكا 23، كما في شهر سبتمبر القادم لتدريب عناصر الدرك الوطني والشرطة القضائية في جيبوتي والبلدان الفرنكوفونية. بعدها إذن وقف الوفد الصيني برفقة العقيد الدرك الوطني مختلف تلك المعدات والأبنية التي تقام بها فيها مختلف إذن الأجهزة والتدريبات المختلفة. وستجهز هذه الأكاديمية معدات مختلفة وأحدث تقنيات الحديثة والمتطورة، وإضافة إلى بناء صالة كبيرة لتنظيم الورشات والمؤتمرات. واختتمت هذه الزيارة إلى بعرض مفصل لأهم الأنشطة والمهمات عن عناصر الدرك الوطني ومأدوبة إفطار على شرف الوفد الصيني، كما تم تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين. واختتم في سجن كابود المركزي بجيبوتي العاصمة اليوم 2 فعاليات الدورة من قبل مصلحة السجون التدريبية، أقيمت بتعاون مع مجمع الرحمة التنموية وتابعة للرحمة العالمية دولة الكويت لفائدة مجموعة من السجناء الشباب والقاصرين في مسعى لإعادة تأهيلهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع. ويأتي تنظيم هذا التأهيل المهني الذي امتدت أشغاله لمدة عام تقريبا في إطار التعاون المثمر القائم بين وزارة العدل ومصلحة السجون المكلفة بحقوق الإنسان ومجمع الرحمة التنموية في جيبوتي. وينعقد الحفل الختامي لهذه الدورة التدريبية في مجال التأهيل المهني في التخصصات المختلفة كالألمنيوم والحدادة والمعادن والكهرباء وغيرها، بحضور مدير عام السجن كابود المركزي العقيد محمد جامع يونس
والمستشار في وزارة العدل السيد إدريس علي ومدير المدرسة الصناعية بمجمع رحمة تنموي السيد محمود عامر والسيد محمود روبلي ومدير إدارة الصحة بمستشفى الرحمة، إضافة إلى أولياء الأمور المتدربين من سجناء الشباب. وتجدر الإشارة إلى أن 10 شبان استفادوا من التأهيل المدني الذي وفره مجمع رحمة تنموي لفتح مستقبل واعد لهم بعد خروجهم من السجن. وأشاد المتداخلون على أهمية هذه المبادرة التي تأتي في ظل التعاون المتميز القائم بين وزارة العدل ومجمع الرحمة التنموي. كان غير قبلة للعمل داخل المؤسسة عندنا داخل المجمع في المدرسة الصناعية، وحتى احنا عملنا مسابقة داخلية للطلاب، وكان الطالب الاول طلع من الطلاب اللي واردين من وزارة العدل. فمشروع عظيم ومشروع كبير، واحنا عندنا استعداد لمزيد من التعاون ما بيننا وما بين وزارة العدل، واحنا سعدنا بالتعامل معاكم. وفي خطاب مقتطب ألقاه في حفل الختامي، شدد مدير عام السجن جابود المركزي حرصه على تأهيل السجناء وإدماجهم في المجتمع لضمان عدم عودتهم إلى الجريمة بعد الإفراج عنهم. وأشار العقيد محمد جامع يونس إلى الجهود التي يتم بذلها في سبيل إعداد البرنامج الكفيل بإعادة دمج الأشخاص المفرج عنهم بعد قضاء فترة محكوميتهم في السجن، لضمان أن يكون المجتمع عصريا يعالج الظواهر الاجتماعية بحكمة وتطور. ونوه أن إدارة السجن قد دعت أولياء أمور الشباب السجناء للمشاركة في الحفل لاطلاعهم بالتأهيل والتدريب الذي تلقوه أبنائهم على مدار 12 شهرا في المدرسة الصناعية بمجمع الرحمة التنموي، مضيفا أن بإمكانهم الاستفادة من هذه التدريبات في حياتهم المهنية بعد انقضاء فترة محكوميتهم. ونسعى الآن لتوسيع نطاق هذه الدورات التأهيلية التي نقيمها للسجناء بالتعاون مع شريكنا الرئيسي المتمثل في مجمع الرحمة التنموي. أطلق الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي صباح اليوم الاثنين حملة توعوية تحت شعار الصحة والتربية، وذلك في إطار وضع برنامج وطني للتضامن العائلي، وذلك في مقر الاتحاد في ناحية دميرجوب. وقام بمبادرة هذه الحملة أمانة الدولة للشؤون الاجتماعية، وجرت هذه المناسبة بحضور مسؤولي وأعيان الناحية. وإلى الساحة الدولية، أسفر هجوم مسلح نفذه جهاديون على مطعم في وغادو الأحد عن مقتل 18 شخصا على الأقل، وفق ما أعلن مصدر أمني الاثنين، مشيرا لمقتل 2 من المهاجمين فيه، حيث أعلن وزير الاتصال انتهاء العملية. قتل 18 شخصا في هجوم إرهابي على مطعم في الحكومة. وقال وزير الاتصالات الريمي ان الاثنين من المهاجمين قتلا، وان حادث قد انتهت ولا تزال قوات الامن تواصل التفتيش للمنطقة. ويقول شهود اعيان ان المسلحين الذين نفذوا الهجوم وصلوا في سيارة الى مطعم التركي واخذوا يطلقون النار على زبائن المطعم الذين يجلسون في الخارج. وذوق الافراد الشرطة وقوات الامن المبنى ظلت اصوات دلقات النيران تسمع لمدة ساعات، واصدرت سفارة الامريكية في اوغادوغو تحذيرا لمواطنيها بالتجنب من موقع الهجوم. وقال وزير ان القتل والجرح ينتمون الى بلدان مختلفة من بينها فرنسا، وقد اكدت تركيا قتل احد مواطنيها. اعلنت منظمتها اطباء بلا حدود والسي اي الالمانية تعليق العمليات الاغاثية في المتوسط اثر مشاكل امنية بسبب قرار البحرية الليبية الخميس منع اي سفينة اجنبية من اغاثة المهاجرين. مزيد حول هذا الموضوع نتابع تقرير التالي. وقالت المنظمة في بيانها أنها اتخذت قرار على مضى بسبب التهديد لها على من قبل الحكومة الليبية لمنظمات الغير الحكومية. وصرح المؤسس منظمة السي اي مايكل: لا يمكننا مواصلة عملياتنا الإغاثية في هذه الظروف، ولا يمكننا تبريرها أمام الضغوة منها. وكانت البحرية الليبية أعلنت الخميس الماضي
تحدث مندقة بحثب الإنقاذ في مياه الإقليم لمنع أي سفينة أجنبية من إغاثة المهاجرين، خصوصا المنظمات غير الحكومية، إلا بالطلب الصريح من السلطات الليبية. ورحبت حكومة الإيطالية الأمس بالتكثيف مراقبات الدراب والرسل للمياه الليبية، معتبره أنها عملية لإعادة التوازن التجري في متوسط تخفيف من تدفق المهاجرين. وصرح وزير الخارجية الإيطالي أنجيلو ألفونو في مقابلته نشرت أمس في صحيفة الإستنبا أن الحكومة فايز السراج طلبت مساعدة الإيطالية. عمل البيت الأبيض على تهدئة الجدل الذي قام إذا موقف الرئيس دونالد ترامب من تحرك اليمين الأمريكي المتطرف بعد أن تم بالتساؤل مع منظماته التي تحركت بقوة في مدينة شارل في ولاية فيرجينيا الأمريكية. عمل البيت الأبيض الأحد على تهدئة الجدل الذي قام إزاء الموقف الرئيس دونالد ترامب من تحرك اليمين الأمريكي المتطرف بعد أن اتهم بالتساهل مع منظمته التي تحركت بقوة في مدينة شارلوتسفيل في ولايات فيرجينيا، فقد قتلت امرأة في 32 من العمر عندما صدمت سيارة حاشدة من المتظاهرين المعارضين لتجمع اليمين المتطرف في شارلوتسفيل، بينهم أعضاء في مجموعة كلوس كلنا عنصرية، كما أدى الحادث إلى إصابة 19 آخرين بجروح أضيف إلى جرح الآخرين وأصيبوا بسبب المواجهات التي جرت. وقرر الرئيس الأمريكي أخير الأحد عبر المتحدث باسمه إدانة كل أشكال العنف ومن ضمنها تلك التي تؤمن بالتفوق العروقي الأبيض. وكان ترامب خيب الأمل الكثير من الأمريكيين، لأنه بدلا من أن يدين بشكل واضح هذه المنظمات المتطرفة اكتفل السبت بالتحميل الأدرفين المتواجهين. بهذا النبأ الدولي مشاهدينا الكرام، ونصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، نترككم في رعاية الله، إلى اللقاء.